فضائح الهيئة العامة لقصور الثقافة. قطاع الثقافة في مصر يا جماعة هناك أزمات كبيرة جدا بيعاني منها هذا القطاع. أزمات كتير جدا. قضايا الفساد الإداري، الفساد المالي، حاجات كتيرة جدا. من ضمن هذه القضايا ومن ضمن هذا الفساد اللي بتعاني منه هذه الوزارة وهذا القطاع، قطاع الثقافة، تعيين نورة مصباح كرامة. مين نورة مصباح كرامة؟ دي مديرة اتعينت لتسيير أعمال قصر الإبداع الفني بمدينة 6 أكتوبر. بعد تعيينها بدأت الناس تقول لا، عايزين نسأل، عايزين نعرف أسئلة كتير جدا. إزاي الست دي اتعينت في إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة؟ وإزاي الفساد موجود ومحدش بيتكلم عنه ومحدش بيكشفه ومحدش بيفضحه داخل هذا القطاع المهم جدا وداخل قصور الثقافة وجدران هذه الهيئة العريقة والكبيرة. طيب ايه اللي مزعلكم يا جدعان وبتسألوا الأسئلة دي ليه وايه اللي بيحصل بالظبط؟ قال لك يا باشا دي واحدة ليست أهل اختصاص وليست ذات خبرة ولا على علم ولا على دراية بأنها تكون موجودة في منصب زي ده وتسير أعمال هذا المنصب. هي غير متخصصة أصلا في المجال الفني، لا تملك الخبرة الكافية لإدارة مثل هذا المرفق الثقافي الهام. وكأن مصر ما فيهاش مثقفين، وكأن مصر ما فيهاش من يستطيع أن يدير هذا المكان أو يسير الأعمال في هذا المكان. حاجة غريبة جدا يا جماعة والله العظيم. بصوا المقولة الرائعة والشهيرة، معرفش يا جزء من حديث ولا لا عشان ما بقاش قلت حاجة وانا مش عارف عنها معلومة، ولكن اذا وصد الامر لغير اهله فانتظر الساعة. فيما معناه يعني لما تجيب كده واحد ملوش في اي حاجة وتحطه في مكان مهم يبقى خلاص كده انت داخل على الخراب، لان انت بتعتمد على الرشوه، بتعتمد على الواسطه، بتعتمد على المحسوبيه، بتعتمد على ده ابن مين، ابناء عاملين فيشتغل وخلاص. يا عم طب هو ما عندوش فكره، مش فاهم في القصه دي، ملف ده بعيد عنه، ما يعرفش يشغل الدنيا ولا يدور الدنيا. مش مشكله، جالنا امر نعينه ونحطه وبتاع، فخلاص الست نوره مصباح تبقى هي مديره لتسيير الاعمال في قصر الابداع الفني. يا سلام، التلاعب مع هذه الاماكن الحساسه والتاريخيه والمؤثره واللي المفروض مطلع علماء كثر يكون بهذه الطريقة يا جماعة، بلا اهتمام وبلا دراية وبلا وعي. طيب يعني هي دلوقتي ست حاصلة على مؤهل ليسانس أداب قسم عبري، لا ليها لعدت على النشاط الثقافي، لا ليها أي عمل فني يذكر مثلا، ما شفنا لهاش مثلا معرض، ما شفنا لهاش لوحات، ما شفناهاش موجودة قبل كده بتدي محاضرة، ليها طلبة، ما راحتش حتى ساقيه الصاوي، يعني ما شفناش في ساقيه الصاوي كده عامله ستاند اب كوميدي حتى. يعني ايه بقى، ايه مؤهلات سيادتها عشان تتولى هذا المنصب الحساس؟ ولكن في الاخير اذا جاء التوجيه من الهيئه العامه لقصور الثقافه فالموظف بيقول لك سمعا وطاعه، اتفضلي يا ست هانم سير الاعمال. طيب احمد، طالما تطرقنا الى الفساد الاداري داخل القطاعات، بالمناسبه حضراتكم الفساد الاداري اللي بيحصل النهارده، الترقيات والمجاملات والوسط والمحسوبيات، كنت من شويه لسه بكلمكم على ان شركه مصر للطيران، اول شركه في الشرق الاوسط، خسرت المليارات من الدولارات ووصلت اكثر من 29 مليار جنيه، لان هي منتجه وعزبه يعني يترقى فيها اللي هم عايزينه، وكلها اولاد المجاملات واولاد المحاسيب. ودي قصه الفساد الاداري في مصر، معشش في الفترة دي تحديدا حضرتك، ما بقاش فيه مقاييس ولا معايير للتعيينات ومين يبقى فوق مين يبقى تحت، لا. وبالتالي حضراتكم دي امر في غاية الخطورة. والاخطر هو المثال الابرز عندنا وزارة التربية والتعليم. لما جبت وزير للتربية والتعليم اصلا مالوش علاقة بالتربية ولا بالتعليم، ده امبارح بيقول للعيال اللي هم خريجين الجامعة بقول لهم خلي بالكم اهم حاجه للشغل اهم من الصحه. يعني معايا انت ما صحتك مش مشكله، يعني تموت مش مشكله في ده يعني. فواحد ما عندوش اي مؤهلات. التربيه والتعليم اذا كان هذا الوزير، تعالى بقى اوريك واقع اخرى. في محافظه الدقهليه مدرس معلم اول بقى له 10 سنين
معلم بقى له 10 سنين، لا ما خدش لسه خبير ولا اي حاجه، بقى وكيل وزاره التربيه والتعليم في الدقهليه. فاذا كان رب البيت في التعليم هذا الوزير جاء بهذا الشكل، فتلاقي الوزاره الاخرى تحولت نفس ما حدث في الثقافه. ادي ساعتك القرار من السيد المحافظ بتكليف اشرف السيد ابراهيم العربي وكيل مديريه التربيه والتعليم بالدقهليه بالقيام بعمل مدير التربيه والتعليم، يعني وكيل وزاره. سياده اللواء اهو تحت اهو، سياده اللواء مضيله على القرار. مين بقى ساعتك الاستاذ اشرف العربي اللي هو جاه وكيل وزاره؟ المدرس الفلته، مدرس معلم اول ما وصلش لا خبير ولا كان في يوم من الايام في التفتيش ولا كان في اي يوم في دائره العمل القيادي، فجاه يهبط يبقى وكيل وزاره التربيه والتعليم في الدقهليه. انا بقول لك نماذج اهو، وادي صفحه المحافظه الدقهليه نشر الخبر، وسياده اللواء طارق مرزوق اهوت والرقم 1140، وهذا الرجل اهو. بس الراجل ده ايوه منين بقى؟ من هويسنا. مواليد كام؟ 76، الله اكبر عليك. حصل على ليسانس اداب سنه 98، دبلوم 2013، ماجستير في 2010. الراجل حضرتك ما اشتغلش في التعليم الا من 10 سنين. ما اشتغلش خالص في التدريس الا من 10 سنين. بس هو حضرتك في الحقيقه الراجل الحقيقه عنده سنتر دروس خصوصيه. وشريك مين بقى حضرتك؟ شريك معالي الوزير رضا حجازي الوزير السابق. بالتالي يجي الراجل وكيل وزاره، ايه المشكله؟ احنا حضراتكم لو اخذنا التعيينات في المحافظات الاقليميه في معظم المؤسسات ومعظم المديريات هتلاقي الفساد معشش في كل حته. احنا النهارده جبنا حضراتكم وزاره الثقافه ووزاره التعليم، وانا عارف عندنا عشرات ومئات والاف من هذه الحالات. مش بنتكلم بشكل عام، ليه بنخصص بس حالتين كده؟ ايه في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ الكفاءات والمهارات والخبرات فين؟ فين يا جماعه احترام حضرتك النهارده ان في خبره وكفاءه مش ولاءات؟ تحولت الامور الان الى دوله الولاءات. ادي ما شاء الله اشرف العربي الراجل جنب سياده اللواء، وادي وكيل وزاره، وهذا الفتى المدلل الان تقريبا حديث النواب وحديث الناس في الدقهليه برضه. محافظة كاملة طبعا من أكبر المحافظات الدقهلية. فإحنا بس حضراتكم أردنا النهاردة إن إحنا نجيب حالة في وزارة الثقافة وحالة أخرى في وزارة التعليم عشان تعلم وتعرف إلى أي مدى أصبح الفساد بينخر في مسألة تعيين القيادات. وطبيعة الحال لو أنت جبت قيادات غير كفء وغير ذات مهارة أو خبرة هيسقط المجال. وادي المجالات بتسقط تباعا في المؤسسات زي ما إحنا شايفين.